عسلامة، مرحبا بكم ناس كل في فيديو جديد. دونك اخر فيديو هبطته في الشين هو كيفاش تشري بي سي جيمر حسب ميزانيتك في تونس صيف 2021. كما تعرفوا ناس كل قاعده تجمل في فلوس تستنى في الصيف باش تستغل الفرصه وتشري بي سي جيمر، دونك تلعب وتستريمي وعلاش لا تدخل في الدومين وتولي تدخل في فلوس. الو هبط اونس كونفيغ الفئه المتوسطه، دونك والاسعار نتاعهم تحفونين في ظل ارتفاع الاسعار وكل شيء. دونك الفيديو عمل 3000 فيو في نهارين، حاجه باهيه وماشي ويطلع بالباهي. دونك حبيت نقوي في الريتم ونطلع شويه. المره هذه جبت لكم سيت كونفيغ من عند اكسبير جيمنج، كونفي دي كونفيغ اقوى بطبيعه. دونك فيهم الار تي اكس من 2060 3060 3080 زادة. دونك كونوا متهنين، امور مونتاج، امور جيمنج، امور ستريمينج، جوهم احلى جو، تلعبوا كل شيء على الترا جديد، تستريميو بالراحه، ما فما حتى ادنى اشكاليه. سو اللي عنده برشا فلوس ويخمم حاب ياخذ ماكينه قويه يتبعني يشوف الفيديو هذا، وباش نحكي على كل كونفيغ وافريج اف بي اس في كل كونفيغ. ما نطولش عليكم اكثر، يلا نشوفوا لي سيت كونفيغ نتاع اكسبير جيمنج ونحكيوا عليهم اكثر. يلا مع بعض. الو شباب، لي سيت كونفيغ موجودين حاليا عند اكسبير جيمنج تونيزي. هذه الباج اوفيسيال نتاعهم، الناس الكل تعمل جيم على الباج. نعطو روتا شويه نلقاو البيبليكاسيون. هذوما لي سيت كونفيغ برجو ليا كلمه حق، اكسبير جيمنج قاعد تخدم في خدمه طياره طياره على الاخر. نظام الكيب نتاعهم برجو ليا يعطيهم الصحه الكل بالرسمي، معناها حاجه روعه. حتى امور ديزاين في الباج، شوف معناها حتى الديزاينر اللي يخدم لهم شوف الخدمه والنظام ما يبلفتوش، معناها عندهم خدمه ستريكت من الأ جوسكا زين. دونك نبداو بالكونفيغ الاولى، نلقاو فيها بروسيسور رايزن 5600 اف، الكارت جرافيك جي تي اكس 5660 سوبر توين فان نوعيتها زيتات. دونك الرام 8 جيجا تي من جروب دلتا ار جي بي 3200 ميجا هرتز، الاس اس دي 240 جيجا، والكارت ميري ام اس اي بي 450 ام ا برو ماكس. بالنسبه للكونفيغ هذه بالذات في الجيمنج طياره، في الايديتنج طياره، تحب تستريمي زيد 8 جيجا رام وبرا خويا استريمي على روحك من غير ادنى اشكاليه. دونك تنجم تزيدها ديسك دير في الاتش دي دي انتي را باش تصب فيه الجيمز نتاعك اللي تلعبهم وكل شيء. دونك تمشي تستريمي على روحك وجوك مرتاح. باش نعطيكم افريج اف بي اس في الكونفيغ هذيا، في ال 1080 بي عندنا هيتمان 3 78 اف بي اس على الالترا، سايبر بانك 2077 46 اف بي اس على الالترا سيتينجز، اساسن كريد فالهالا 59 اف بي اس في الفيري هاي، كول اوف دوتي بلاك اوبس كولد وور 93 اف بي اس في الهاي، باتل فيلد 5 85 اف بي اس على الالترا، ابيكس ليجندز 85 اف بي اس على الهاي، فورتنايت 97 اف بي اس على الايبك، جي تي اف 5 60 اف بي اس في الفيري هاي، وببجي 73 اف بي اس على الالترا سيتينجز. كونفيغ تعمل 66 كيف. نتعداو للكونفيغ اللي بعدها اللي هي نفس الكونفيغ هذي. الفرق بيناتهم الزوز البواتي، البواتي هذي تحسها اكبر. دونك وزايدة حكاية فارغة زون 50000، حكاية كلها 50000. دونك نفس البروسيسور، نفس الرام، نفس الكارت جرافيك، الديسك دور، الكارت مير، كل شيء كيف كيف. دونك النوعية نتاع البواتي مختلفة. دونك هذه بنتو لهنا اصغر شوية، هذه تحسها اعرض. دونك سوم 3 ملايين و 49. دونك افريج اف بي اس نفسهم. دونك نتعداو للكونفيغ اللي بعدها. الكونفيغ هذه نلقاو فيها البروسيسور رايزن 5 3600، كارت جرافيك الارتي اكس 2060، الرام 6 جيجا، هاش بي في 6 3200 ميجا هرتز، دونك الاس اس دي 480 جيجا، والكارت مير ام اس اي بي 450، بازوكا وي في. دونك 3 ملايين و 949. الكونفيغ هذيا طياره في الجيمنج والستريمينج والايديتنج واللي تحبوا انت، تلعب كل شيء على الترا سيتينجز من غير حتى مشكل، وتستريم وتعملهم الكل من غير حتى ادنى اشكاليه. البروسيسور سيسكور 12 ثريدز يخدم لك كل شيء جو باهي، الميموار كاش نتاعو كبيره، في الستريمينج يساعد وفي الايديتنج يساعد اكثر زاد. باهي باش نعطيكم افريج اف بي اس في كلكو جو على 1080 بي في الالترا سيتينجز.
دونك كول اوف دوتي مودرن وورفور 83 اف بي اس، ببجي 102، ابيكس ليجندز 130، سي اس جو 239، ريمبو 6 142، فار كراي 5 94، اساسن كريد اوديسي 63، لول 153، جي تي اي 5 83، شادو اوف ذا تامب رايدر 84، ذا ويتشر 3 73، وباتل فيلد 5 74 اف بي اس. دونك كونفيك طياره على الاخر سوم تاعها 3949 اللي هي فيها رايزن سان 3600 16 جيجا دو رام و ار تي اكس 2060. نتعداو للكونفيك اللي بعدها اللي هي الكونفيك هذه الطياره، بروسيسور رايزن سان 5600 اكس، ار تي اكس 2060، الرام 16 جيجا، 3200 ميجا هرتز، الاس اس دي 240 جيجا. دونك والكارت مير ام اس اي ب 450 ام بازوكا وي في. دونك البوتي اللي هنا كما شوفوا فيها في الكولر ماستر نيش طيارة على الاخر، البوتي هذيك بالرسمي معناها من اكثر البوتي اللي عجبوني تو حاليا. السوم نتاع الكونفيغ هذي سيدي 4500. بالنسبة للجيمنج والايديتنج وستريمينج عالمية الى اقصى درجة، ما فما حتى ادنى اشكاليه ولا بروبليم في ستريمينج ولا في الايديت، تعمل بها الدنيا الكل دبابه به. باش نعطيكم افريج اف بي اس في 1080 بي في كيكو جو، نبداو بالاساسن كريد فالهالا 66 اف بي اس على الهاي، ابيكس ليجند 218 اف بي اس في الكومبيتيتيف، باتل فيلد 5 112 اف بي اس على الالترا، كول اوف ديوتي وار زون 159 اف بي اس على الكومبيتيتيف، سي اس جو 375 اف بي اس في اللو ل 1080 بي بالطبيعة، باب جي 208 اف بي اس كومبيتيتيف، ريد ديد ريدمشن 2 75 اف بي اس على الهايت سيتنجز، ويتشر 3 84 اف بي اس على الالترا، فالورنت 406 اف بي اس كومبيتيتيف، فورتنايت 302 اف بي اس في الكومبيتيتيف. حاجة روعة على الاخر. والياس اللي يحب اكرام على الكونفيج هذي ننصحو كان بيكرام اخويا 165 هرتز في الام اس اي 27 بوس، فهمتوا لي اميلي سكون دو طون دي ريبونس نتاعها، جوك احلى جو تلعب امورك امريكلا. دونك نتعداو للكونفيج اللي بعدها اللي هي لهنا نفسها نورمالمون نفس الكونفيج، مي لهنا زايد الاس اس دي ام في ام اي 1.2 500 جيجا، وما هوش نفس البواتي نورمالمون، مش نفس البواتي اللي هنا، يختلفوا على بعضهم شوية. دونك البروسيسور هو بيدول، الرام بيدها، الجي بي يو نفسها 4699، دونك زايد 199، فما الاوبسيون تاع الاس اس دي خير في الام في ام اي بتبيع 500 جيجا. بالنسبة للبواتي ما همش كيف كيف، دونك لهنا في الميش لهنا في البلاك، ومش نفس الكولر ماستر، يعني مش نفس الديزاين نورمالمون به. نفس الافريج اف بي اس بتبيع في كل جو، بتبيعها نفس البروسيسور نفس الجي بي يو نفس الرام ونفس كل شيء. دونك نتعدي للكونفيج اللي بعدها نمشيو نقويو تو، نقاو البروسيسور رايزن سان 5600، الكارت جرافيك الار تي اكس 3060 توين ايدج اوفر كلوك، دونك الرام 16 جيجا تيم جروب دلتا ار جي بي، دونك الاس اس دي ام في ام اي اتش بي 1.2 500 جيجا، الكارت مير الام اس اي ماج بي 550 بازوكا، ال بي سي هذايا روعه. دونك السوم نتاع الكونفيج هذي 5299 كونفيك طيارة على الاخر في الجيمينج في الستريمينج في الايديتينج في اللي تحب انت عالميا. ديجا البروسيسور من اعز ما فما، الكارت جرافيك من اعز ما فما، تلعب كل شيء بالمرتاح على الالترا سيتينجز وتستريم وتعمل ايديت، وكان لازم تخلي فيديو يرندر وتلعب من هناك وتعملهم الكل مع بعضهم وميم طون. البروسيسور حاجة واو بالرسمي، حاجة واو في الايديتينج في الستريم، مماركاش نتاعو كبيرة. دونك حاجة روعة بالطبيعة. باش نعطيكم افريج اف بي اس في كل جو على 1080 بي في الالترا سيتينغز، هيتمان 3 118 اف بي اس، سايبر بانك 2077 66 اف بي اس، كول اوف ديوتي وار زون 132 اف بي اس، فورتنايت 177 اف بي اس، باب جي 147 اف بي اس، ريد ديد ريدمشن 2 93 اف بي اس، اساسن كريد فالهالا 74 اف بي اس، مافيا ديفينيتيف اديشن
112 اف بي اس شادو اوف ذا تام برايدر، 118 اف بي اس ريزيدنت ايفل 3، 171 اف بي اس فور ذا هوريزون 4، 143 اف بي اس. دونك فوالا ما عادش نزيد حتى كلمه اخرى. البي سي هذا راهو دبابه دبابه دبابه، 5 ملايين 299، دونك يستحق السوم بتاعو، حاجه روعه على الاخر. دونك لهنا البواتية في الكور الماستر كولر ماستر نورمالمون في البلاك، حاجة روعة. باه نتعديو الكونفيغ الأخرى بالكل، ذا بيست اوف ذا بيست، 9999 الكونفيغ هذي يا سيدي الأخرى بالكل، في الرايزن 5 5600 اكس، الكارت جرافيك الار تي اكس 3080 10 جيجا، دونك الرام 32 جيجا تيم جروب دلتا ار جي بي، حاجة طيارة طيارة على من غير ما نحكي امور جيمنج وستريمينج والجو هذاك الكل. دونك من غير ما نتكلم عليها جملة طول باش نعطيكم افريج اف بي اس، خاطر بالرسمي الكونفيك تضرب في الراس دوخ. باه افريج اف بي اس في 1440 بي، في الفورتنايت 178 اف بي اس في الماكس سيتينجز، هيتمان 3 157 اف بي اس في الماكس سيتينجز، ريد ديد ريدمشن 2 93 اف بي اس في الفيفور كواليتي، اوفر واتش 269 في الماكس سيتينجز، اللول 434 اف بي اس في الماكس سيتينجز، جي تي اف 5 159 اف بي اس في الماكس سيتينجز، سايبر بانك 58 اف بي اس على الالترا سيتينجز، ابيكس ليجندز 196 اف بي اس على الماكس سيتينجز، كول اوف ديوتي وور زون 158 اف بي اس على الماكس سيتينجز. كونفيج طيار، امور ستريمينج ايديتينج جيمينج روعة، تلعب كل شيء على الماكس سيتينجز على الالترا اتش دي على الكاتكات اللي تحب عليه يتفلق، تخدم كل شيء مع بعضه، تخلي فيديو يرندر منه، عندك محتوى تهبط فيديو من هنا تلعب من هنا وميم طون، وجو احلى جو لا يسخن لا وذن، جو مريقل فهمتني، ووتر كولينج جو باهي، ديجا كارت جرافيك الارتيكس 3080 معروفة حاجة طيارة على الاخر. دونك السوم 9999، اللي يحب حاجه ما ارخص ديجا هبط انا ولامس الفيديو عشان نتاعي يدخل ويشوف، وديجا فما برشا كونفيجات في عندك سبير جيمنج من ارخص كونفيج للاغلى كونفيج، وانتم اختاروا اللي تحبوا، انا فسرت لكم من ا جوسكا زد شو يلعبكم يستريمي ولا ليش، ولازمك تزيدوا شو تنجم تبدل. دونك معلومات الكل عندكم تو، وانتم الحل في ايديكم، اللي حاب يشري بي سي يدخل يتفرج في فيديوهاتي وجاكم احلى جو ان شاء الله. مازال ناقصني ما عادش برشا على 10000، كيف فارغه 9910، دونك ناقصني 90 ابوني ونسكروا على 10000، عندي قداش نستنى فيها. دونك هنا الفيديو اللي هبطته من ارخص لي كونفيغ اللي موجودين، هذا الفيديو الثاني بالكل، اذا كان عندكم بيجي اقل من اللي حكيت عليهم توكية، واللي يحب حاجه دلوله تاع فرد المره اقل شيء تشدوا 6 سنين بالمرتاح يستريمي ويلعب وجو احلى جو، يتفضل لهنا خويا عندنا دي كونفيغ طياره كيما حكيت لكم كل شيء. دونك ما نطولش عليكم اكثر، كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لايك، بارتاجيو مع اصحابكم، اعملوا لي ابوني على الشين فيسبوك عشان عشان يوتيوب، خلينا نسكروا ال 10000 ابوني تو، وربحكم لي جيف ويز اللي وريتهم لكم امس في الفيديو اللي هبطته، وميرسي بوكو على التشجيعات نتاعكم الكل اللي قعدنا نقرا فيها على الفيسبوك على اليوتيوب على الانستغرام، ما تنساوش تعملوا لي ابوني على الكونت انستغرام تاعي، والجيف ويز راهي المسابقه موجوده غادي، اللي يحب يربح يمشي للانستغرام تاعي يهبط شوي يلقى لفيش هكا، ديجا ديما مصور هكا عامل تصوير هكا، والاربعه جيف ويز موجودين في التصويره، تهبطوا شوي على الانستغرام تلقاو التصويره نتاع المسابقه، شاركوا وان شاء الله تكونوا انتوما الرابحين. يلا ان شاء الله تكونوا انتوا واحد من الرابحين اللي تتفرج فيها، ما تنساش تعمل ابوني مش تتفرج بعد تشري بي سي وما تعملش ابوني كي ما عملت حتى شيء، اعمل ابوني وتابعني، برشا جيم بلايز جايين في الثنيه، برشا جو باش نحفلوها صيف السنه، وباش نلعبوا لي ربي كيما تحبوا انتوما، باش نلعبوا فالورنت يدي باش ندق دقو الدنيا، حاضروا رواحكم، يلا نشوفكم في فيديو جديد، سلام.